حبايب قلبي بكل مكان وزمان، صباحا ومساء، محبتي محبتي كل قلبكم. الحياة من الطبيعة، والطبيعة كريمة معنا، ورب العباد أكرم عباده من الطبيعة وقدم لهم كل شيء بيفيدهم. نحن للأسف عم ندمر غاباتنا وقولنا وعم نحولها لباطون وحسن. حبايب قلبي، أنا والطبيعة رح نقدم لكم نصيحة من الطبيعة. سلامات حبايب قلبي، اليوم رح نحكي عن الرمان، لأنه الرمان يعتبر من الفواكه الجيدة يلي بتطلع علينا بفصل الصيف، ولها فوائد جيدة وخصوصا شرايين القلب والدورة الدموية. وسبحان الله رب العالمين له حكمة، نعم حكمة بكل شيء وقدم لنا إياها. بلاش من الطبيعة، لو قدرنا نعمة رب العالمين اللي عم ينزلوا علينا ما بكفينا لا شكر ولا صلاة ولا أي شيء، لازم نشكره ليلا نهارا. يا حبايب قلبي، الرمان بناخد منه دبس الرمان، ويمكن نحضره بالبيت، ويمكن شراءه جاهز. ومنستفاد من دبس الرمان خلطة مع اللحمة والفريش قبل ما تشويها، والسلطة والفتوش بدل الخل والليمون. يا سلام يا سلام على دبس الرمان وفوائد دبس الرمان الطبيعي. أولا خذوا عنكم، هو غني بالمعادن والفيتامينات، وخاصة فيتامين جيم الموجود بالرمان والليمون، وهو مقوي لجهاز المناعة وبيحمي الأنسجة من التلف، وبيخلص الجسم من السموم الناتجة عن التلوث، وبيحمي من الأمراض السرطانية. العالم توماس بهرسي قال دبس الرمان له تأثير قوي بتنظيف الأوعية الدموية من الكوليسترول المتراكم، وبيحمي الجسم من تصلب الشرايين والجلطات وأمراض القلب. والمفيد انه بيحتوي على فيتامينات B1 B2 B3 B5 B6، وهي الفيتامينات بتقوي الجهاز العصبي وبتحسن نضارة البشرة وبتقوي جهاز الهضم وبتساعد الأطفال على النمو السليم. في دراسة جرت في الولايات المتحدة، طبعا يعني هي لطيفة ومفرحة، أجروا تجارب على بعض الفئران لمدة 11 شهر. لا تستغربوا، الفئران كانوا سمان، قاموا نحفوا، تعرفوا كيف؟ أضافوا كم نقطة على لتر ماء واحد للشرب، وصاروا يشربوا الفئران، ولذلك نجحت التجربة، وأكيد رح تنجح على كل الأسمان. يعني بالمختصر المفيد، دبس الرمان مادة أساسية لتخفيف الوزن. شوفوا شباب، شوفوا حبايب قلبي، كلامي خدوا نصه وكبوا نصه، بس يعني لحتى ما تكبوا منه شيء اقروا اقروا مثل ما أنا عم بقرأ واطلع، اطلعوا على كل شيء مفيد. الثقافة للأسرة مفيدة. وهلا شو رأيكم؟ بكفي اليوم.